هنا البدلات بذل واجتهاد، هنا الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى الأمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم أخوكم في الله القادر. الإخوة، اليوم إن شاء الله الدرس الثالث حول القارئ الصيني، الكومنتري سكرين ريدر. اليوم إن شاء الله الدرس سوف يكون حول التصفح في الويب، ولكن قبل ما نبدأ في الدرس لملاحظتين أو ثلاث. الملاحظة الأولى تتعلق بإصدار 27/11/2000 سكرين ريدر، وأنا في حقه جربته ولكن تقيل نوعا ما، وكذلك يتوقف كثير، فلذلك لا أنصح به الإخوة. أما الملاحظة الثانية تتعلق بالهواتف سامسونج. الإخوة، مع الكومنتري سكرين ريدر ما نقدروش نتنقلوا ما بين الصفحات. مثلا راني في الصفحة الأولى، ما نقدرش نتنقل للصفحة الثانية الخاصة بالتطبيقات، أو الثالثة، او راني في الثاني نبغي نرجع للثالث الاولى او نذهب للثالثه. مع السامسونج مازال ما كاش حل عندي انا. اما الاخوه اللي عندها حل ما فيش مشكل، يتصل بيا وان شاء الله. هدف الهواتف سامسونج وليس كل الهواتف. اما الملاحظه الثالثه تتعلق بالكلافي سامسونج، لوحه مفاتيح سامسونج. انا في الحقيقه ما جربتهاش، ولكن لاحظت الإخوة يشتكي منها كثير على أنها غير متوافقة. أنا نستخدم لوحة المفاتيح جوجل، لذلك لم يواجهني هذا المشكل، ولكن لاحظت بالإخوة يشتكي كثير، فجربوا لوحة مفاتيح أخرى، سواء لوحة إكسبيريا أو لوحة المكفوفين أو لوحة جوجل. إلا أنه نعلم خوتي لوحة جوجل ما فيهاش ضغطتين. أما الملاحظة الثالثة تتعلق بالهاتف، بالتشكيل الأرقام في الهاتف. الإخوة، لما نبغي تشكيل رقم في الهاتف لابد بالضغط ضغطتين، مثلا صفر ضغط ضغطتين حتى أسمع واحد الرنة، مال في السمعه في النوكيا أو في الهواتف الفيكس ثابتة. فنشوفوا مثلا نتوجه الهاتف تليفون، أدخل تليفون تكست، مثلا أريد أن أكتب 07 0، ها هو الصفر، اضغط بضغطتين 0، لاحظوا نكتب الصفر. نتمنى ان شاء الله هذيك الرنة تكون سمعتوها. 07 7 7، ها كتبت 7. نضغط ضغطتين والثانية طويلة، لما نسمع الرنة ارفع اصبعي، نكتب 07 76 7 7 6 6 89 أنا كتبت 07 76 89. نشوفوا هل فعلا تمت كتابة هذه الأرقام. 07 7 6 8 9 زون تكست، لاحظوا كتبت عادي. لذلك ركزوا شوية، كما قلت لكم نكتب ضغطتين والثانية نوعا ما طويلة، لما نسمع الرنة أرفع أصبعي. عذرا على هذا الإطالة. نبدأ في الدرس تاعنا اليوم إن شاء الله التصفح في الويب. الإخوة، هذا الأمر يفيدنا خاصة في الصفحات الكبيرة أو في المنتديات الكبيرة أو غير ذلك. ففي الكومنتري سكرين ريدر يسهل لنا عملية التنقل ما بين العناصر، سواء كانوا عناوين أو روابط أو أزرار، حتى وإن كان هذا موجود في التولك باك ولكن ما فيش الأزرار. فالإخوة اللي موالفين يستخدمون الهاتف الحاسوب عفوا والقارئ الشاشة الأنفيديا، مثلا لما نريد قراءة العناوين أتحرك بحرف الـ H H، أو الروابط حرف الـ K، أو الأزرار حرف الـ B. لتفعيل هذا الأمر نتوجه إلى القائمة
الكومنتري سكريدر المنيو نأتي بها منيو. الإخوة المنيو كما قلنا مشابهة المنيو كونتكستيال جينيرال اللي في الطول كباك، نسحب منها الأعلى إلى الأسفل ثم إلى اليمين. الإخوة اللي يريد أن يستعين بمبصر يقول له اكتب حرف ال. نسحب حتى نسمع بارامتر دي بروغرام. منيو منيو دو ليست لير تو لي اسيستون فوكال لي اكستنسيون بارامتر دو بروغرام. بارامتر دي بروغرام اضغطنا بضغطتين للدخول، ثم نسحب حتى نسمع بارامتر داكسيون. نسحب كومونتاري سكري اون 2 0 بارامتر جينيرو بارامتر تي تي اس بارامتر دو فيدباك بارامتر داكسيون. بارامتر داكسيون لو تذكروا هذا هو اخر عنصر دخلنا له بالامس. نسحب حتى نسمع بارامتر دو دي فيلم. remonter bouton paramètre de thème du jet description des thème utiliser le mode paramètre de gestes alternatifs paramètre de défilement اضغط بضغطتين هنا للدخول. paramètre de défilement هنا قد قمنا بتفعيل التفعيل السحب من اليمين الى اليسار. نسحب من اليمين من اليسار الى اليمين. paramètre de défilement اسحب. utiliser le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Case à cocher cocher lorsqu'il est activé. Déplacez-vous entre les éléments en balayant vers la gauche ou vers la droite. Effectuez des fonctions supplémentaires en balayant de haut en bas. هذا آخر عنصر قمنا بتحديده في الدرس السابق. نزيد نسحب مرة أخرى. Parcourir par contrôle sur les pages web. Case à cocher non coché. نعود نسمعها. Parcourir par contrôle sur les pages web. Case à cocher non coché. هذه لابد من تحديدها. Cocher. أخرج من القائمة. Paramètre. Commentaire. Écran d'accueil. ثم سوف أتوجه إلى منتديات شؤون الكفيف العربي. إخوة الآن أنا أريد الآن تصفح منتديات شؤون الكفيف العربي، هذا المنتدى الذي فيه أو الأندرويد أو الآيفون. نسحب من الأعلى إلى الأسفل. قال لي تيتر. الآن لو نتحرك من اليسار إلى اليمين سوف يقرأ لي القارئ إلا العناوين فقط، العناوين فقط. زيد نسحب مرة واحدة من الأعلى إلى الأسفل. هنا الروابط، هنا سوف يعطيني إلا الروابط. أسحب مرة واحدة من الأعلى إلى الأسفل. هنا الأزرار، هنا يعطينا إلا الأزرار. زيد نسحب مرة واحدة من الأعلى إلى الأسفل. دي فيلمون هذه والله في الحق ما فهمتهاش، هل هي التحرك ما بين الصفحات من صفحة لصفحة أو غير ذلك ما فهمتهاش حتى نكونوا واقعين. واللي عرفها ما فيش مشكل اللي علقنا ويفيدنا بها باش يفيد بها الإخوة. نزيد نسحب مرة واحدة إلى الأسفل. تو يبدو لي مشابهة للبار ديفو. نزيد نسحب مرة واحدة من الأعلى الأسفل. بار ديفو. بار ديفو. نسحب الآن من اليسار إلى اليمين. منتديات شؤون الكفيف العربي. نزيد نسحب. تسجيل الدخول. بار ديفو يعني بأنه سوف يقرأ لي سطر بسطر، وهذا منتدى كبير جدا فسوف نأخذ وقت كثير. زيد نسحب. ما جديد ليا. أسحب. البحث ليا. الآن أنا أريد قراءة العناوين، أختار عنصر العناوين. أسحب مرة واحدة من الأعلى الأسفل. تيتخ. تيتخ. نسحب الآن من اليسار اليمين. روابط غير المختصرة للأعضاء فقط. تيتخ 3. نسحب. سلسلة إنشاء منتدى عن طريق سكورابات زين في ويرو الدرس الثاني كيفية تثبيت سكورابات زنفورو وتركيب اللغة العربية تيتخ 3. لاحظوا كل ما يقرأ لي العنوان وبعد يقول لك تيتر. زين نسحب مرة واحدة من اليسار اليمين. سلسلة إنشاء منتدى عن طريق سكورابات زين في ويرو الدرس الثاني كيفية تثبيت سكورابات زنفورو وتركيب اللغة العربية. شؤون الكفيف العربي يقدم خدمة صانع ملفات. شؤون الكفيف العربي يقدم خدمة صانع ملفات الأجوبة لتصميم. وشك منفرد وحصري الإضافة الرائعة لقراءة صورة التحدي للمتصفح الركع. وشك منفرد وح. موقع شؤون الكفيف العربي يقدم خدمة شفير أكواد جافة سكريبت. تيتخ 5. سحب. موقع شؤون الكفيف العربي يقدم خدمة شفير أكواد جافة سكريبت. سحب. منتديات شؤون الكفيف العربي. MX9 تيتخ. سحب. قسم أنظمة التشغيل. تيتخ 2. سحبنا كثير حتى وصلنا قسم أنظمة التشغيل. تخيلوا رانا نسحب بار ديفو من اليسار لليمين. سوف ياخذ لي وقت كثير هذا. لذلك تحديد العنصر للسحب في المواقع يساعدنا جدا،
ومفيد ومربح لنا للوقت. مثلا أختار الآن عنصر الروابط، أسحب من الأعلى إلى الأسفل. ليا روابط، أسحب. قسم أنظمة التشغيل. ليا أسحب. منتدى نظام أهل ويندوز. ليا أسحب. إليكم أحدث إصدار من أحزمة تحديثات ويندوز سفن لشهر نوفمبر 2019 بديت باك ستار دو 19 نوفمبر 2015 فان ويندوز 7. ليا أسحب. عاشق تقنية. ليا لاحظوا كل ما يعطينا الاسم للرابط في الأخير يقول لك ليا، هذا يعني بأننا نتحرك إلا بالروابط فقط، أي حاجة راهي ديبلاسيها يقرأنا إلا الروابط. فنزيد نسحب مرة واحدة من الأسفل لنرى كم يوجد من زر هنا في هذا المنتدى. أسحب الآن من اليسار إلى اليمين. اشتراك. هنا اشتراك. أسحب. لايك باج بوتون. لايك باج. أنا الحق مش داخل الفيسبوك، لو أني داخل الفيسبوك تاعي لا درت لهم جام لايك. زيد نسحب مرة واحدة. شار بوتون. شار المشاركة بارتاجي. زيد نسحب مرة واحدة من اليسار إلى اليمين. اختر ستايل من القائمة بوتون بوب اب. اختار ستايل من القائمة. اختر اللغة بوتون بوب اب. هنا تختار اللغة. هذه كلها أزرار. نرجع من اليمين إلى اليسار. اختر ستايل من القائمة. شار فيز. شار بوتون. سحب. لايك باج بوتون. أرجع. اشتراك بوتون. أرجع. بوتون. اشتراك بوتون. لاحظوا أزرار هادو برك، هاد الخمسة ولا. زيد أسحب من الأعلى الأسفل. ديفيلمون. نسحب من اليسار اليمين نشوف. لاحظوا مشكلة الناطق لا يقول شيء. نسحب نرجع بار ديفو. أسحب من الأعلى الأسفل. أسحب من اليسار اليمين. منتديات شؤون الكفيف العربي. أمي تسجيل الدخول. ليا ما الجديد. ليا أنا غير في بلاصتنا أنا في البداية. نتمنى إن شاء الله الإخوة والأخوات كان لكم هذا الشرح مفيد. الإخوة بقات واحد الملاحظة نذكر بها الإخوة والأخوات، فمثلا أنا أتصفح منتدى شؤون الكفيف العربي ودخلت القسم من الأقسام، مثلا قسم أنظمة التشغيل. لما ندخل وأنا أتصفح مثلا بعنصر العناوين فإن العنصر هذا لا يتغير، سوف أبقى دائما أتصفح بالعناوين، لذلك إذا حدث تغييره لابد علي من تغييره، هو لا يرجع من تلقاء نفسه للبارديفو، لا بل يبقى واقف على العنصر الذي تركته فيه. فأنا مثلا الآن أنا أتصفح منتدى شؤون الكفيف العربي وخرجت وقمت بتحميل مثلا جريدة ما، وأنا كنت في منتدى شؤون الكفيف العربي أتصفح بالعناوين، فحتى في الجريدة التي قمت بتحميلها سوف يبقى التصفح بالعنصر العناوين. لذلك لمعرفة التفاصيل علي تغيير نمط البحث إلى البار ديفو. أتمنى أن شاء الله كنوا قد أفدناكم، ولا تنسونا من دعائكم، والتسجيل القادم سوف يكون حول كيفية استخراج الروابط من الفيديوهات وكذلك الرسائل، والسلام عليكم.